تم توجيه سيارات التجارة من ميناء أم قصر حنطة مستوردة وذلك لتجهيزها إلى مطاحن ضمن البطاقة التموينية. طبعا الاستلام يجينا من أم قصر سيارات، يبدأ التفريغ على هنا على الجك اللي احنا تفريغ منه حنطة مستوردة، وبنبقى نجهزها حسب الخطة التسويق اللي هي من الشركة العامة لتجارة الحبوب لمطاحن نينوى. الحبوب المستورده يتم خلطها لو طبعا هي يتم خلطها، بس اذا ما عندنا خلطه ما يتم، ما عندنا يعني كمحلي. اما اذا من خطه تسويق الجهز مثل نسبه 60% 20% 30%، بس احنا ما عندنا الساعه كخزين، عندنا مستورد احنا. مستورد؟ اي مستورد. مستورد بس مستورد هي عندنا. تقول الكميات ايش قد دخلت الى حد الان وايش قد الكميات القادمه؟ يعني هم خطه مثل 2000-3000 طن احنا ومخمو احنا وتلعفر والوائليه. حصتنا هنا ومن الميناء، حصة هاي المتى السوق ينطونها؟ يمكن 2000 طن احنا حد راح يجينا حصتنا. 2000 طن؟ اي هاي باخرة واحدة، والباكرات الباكرة راح تجي يعني متتالية يعني، واحنا عندنا دوام يعني شفت صباحي وشفت مزاي، يعني ما تبقى ولا سيارة لازم.